حفل بهيج. وفي البداية يعني لا يسعني إلا أن أعبر عن سعادتي وابتهاجي بحضور هذا الحفل الثقافي وهذا النشاط المتميز، وأعتبر نفسي محظوظا للغاية أن الظروف سنحت لي أن أكون موجودا هذا اليوم هنا وأن أحضر بين إخوتي، وأنا في الحقيقة سعيد للغاية بما سمعت وبما رأيت وبما لاحظت من أمور فيها مؤشرات تدل على أن المستقبل سيكون مستقبلا فيه يدعو إلى التفاؤل ويدعو إلى أن يكون هناك شيء يسعد ويفرح الإنسان، خصوصا في هذه المناطق. من طبيعة نحن أبناء المناطق، عندما أذكر المنطقة فأنا ابن المنطقة، بالتالي فهم كلامي على أنني أذكر المنطقة في سياق آخر. في البداية أشكر السادة الأساتذة المتدخلين الأستاذ محمد أبو عنيدة، ذكرنا بمسيري ومسيرة العمل الثقافي في منطقة السين. بطبيعة الحال فيه انعطافات وفيه مراحل وفيه انقطاع وتواصل وصعود وهبوط، ولكن على كل حال هذا هو شأن العمل الثقافي في كل المناطق. لا يمكن أن يكون دائما متوهجا، ولا يمكن أن يكون دائما خافتا، حتى وإن كان يعبر عن نفسه بطرق معينة ننظر إليه على أنها طرق بسيطة، ولكنها تعبر عن نفسها بطريقتها الخاصة. ففي تفكيره في الحقيقة هناك ربط للماضي بالحاضر وتطير للنشاط وللأجواء التي تحيط بها النشاط. كذلك أشكر الأستاذ الدكتور إدريس عمرين صديقي وزميلي على مداخلته القيمة وعلى تأصيله النقدي، كان تأصيلا من وجهة النظر يعني من وجهة نظر شخصية، كان موفقا وكان بارزا، لم يحظى في الجانب الذاتي والانطباع، وإنما كانت الأمور اللي فيها كثير من التأصيل. أشكره على مداخلته، أشكر الأستاذ محمد طلحة على تقديمه وتسييره لهذه الندوة وهذا الحفل الثقافي. كذلك الأستاذ حسين المرجيج، هو كذلك يعني أخذنا إلى عالم آخر من حيث القراءة، من حيث التأويل، من حيث التفاعل مع العمل الإبداعي، على أساس أنه ليس ملكا للكاتب، فهناك حياة للكاتب وهو يكتب، وربما وهو يكتب هناك أشياء تحركه، يعني هو مجرد يعني أنه يستجيب لها، وعندما ينتهي فتنتهي حياته ويصير عمله ملكا للقارئ، والقارئ من طبيعة الحال له الحرية في أن يقرأ وأن يؤول وأن ينقد بالطريقة التي يراها مناسبة. كذلك أشكر الصديق والزميل الأستاذ محمد الحوض، المبدع الروائي الواعي، دائما أقول له إن البداية هي الأهم، والإنسان دائما يستفيد ويتطور، والأهم في الجانب الأدبي في نظري الشخصي هو أن الإنسان أو أن المبدع ينفتح على القراءة النقدية. أرجو أن لا تنزعج عندما تجد من يقرأ عملك قراءة نقدية ويتساءل أو يسائلك، يعني إذا أردت أن تتقدم في هذا المجال وأن يكون لك فيه مسار متميز فهو مجال يلازمه النقد، بل إن الأساس فيه هو النقد. لا تبتهج بالقراءة التي تثني ويكون فيها الإقراء والمدح، لأن الإقراء والمدح من طبيعة الحال غالبا ما يكون في سياقات معينة، هو شيء جيد، ولكن عليك أن تعتني بما يبدي لك بعضا من الأشياء التي ينبغي أن تنتبه إليها وأن تستفيد منها وأنت تبدع وتكتب. هذا فيما يتعلق بجانب
موارد في المداخلات. أنا في الحقيقة لا أريد أن أكون متجنياً على العمل لأنني لم أقرأ، ومن الإنصاف أن لا أحشر نفسي في عمل لم أعطيه من الوقت ومن القراءة ما يكفي، لأن ذلك يعني أمر منهجي، لا يمكن للإنسان أن يستنتج وأن ينقد وأن يبدي الآراء وهو لم يقم بالخطوة الأساس وهي خطوة القراءة. فقط يعني بعض الأشياء من خلال ما سمعنا من الإخوة ومن خلال يعني عنوان الرواية. أنا عنوان الرواية عندما رأيته في المرة الأولى تساءلت كما تساءل الأستاذ حسين المجيد عن العلاقة بين الدموع وبين الحرية. طبعا الحل هي علاقة تبدو وكأنها علاقة في الواقع غير ظاهرة، الحرية والنظام من أجل الحرية ومن أجل التحرر، يعني أمور تستلزم من الإنسان أشياء أخرى ربما ليست هي الدموع وليست هي الأشياء التي تبدي نوعا من المسكنة ونوعا من التوسل. فالمتحرر ليس متوسلا، هو شخص مناضل، شخص مكافح، شخص يقدم ما يمكنه أن يقدم من أجل أن يتحرر ومن أجل أن يكون صاحب حرية. ولكنني قلت ربما يعني في رأيي الشخصي قد يكون صائبا وقد يكون متابعا ذاتيا بأن الأستاذ محمد حر ربما ينظر إلى الحرية على أساس أنها قيمة إنسانية وكونية ليست عدوانية بأصالتها وطبيعتها، هي من النبل بما كان، ولكنها أحيانا قد تجد نفسها في مآزق تعبر عن طيبوبتها وعن نبلها وعن يعني جمالها بأمور لا تكون مناسبة لها ولكنها تكون مجبرة على ذلك. فقلت إن الأستاذ ربما أراد أن يذكرنا بأنه مهما كان من النظام، مهما كان من الدماء، مهما كان من التضحيات، مهما كان من أنفس الأشياء التي يقدمها الإنسان من أجل الحرية، فإن الحرية دائما تعود بالإنسان إلى أنها شيء نبيل وأنها أم القيم الجمالية والإنسانية التي لا يمكن لأي مجتمع أن يعيش بمعزل عن هذه القيمة. ومن خلال هذه القيمة ومن خلال أنها تعبر عن نفسها أولا بطيبوبتها بدموعها، لا تريد حربا، لا تريد قتالا، لا تريد ظلما، لا تريد شريدا، لا تريد نزاعا، هي تخاطب بنبلها. ولكن يقتضى الأمر ننتقل إلى ما ذكره الأستاذ إلى مسألة الحرية والدماء، ولكن ذلك يكون أمرا مرتبطا بسياقه وبزمانه ولا يكون أصيلا في الحرية. قيمة الحرية باعتبارها قيمة مؤطرة لهذه الرواية هي التي جعلت مبدع الروائي يكون في نوع من الحوار بين قيم متناقضة، الصدق، الخيانة، الإخلاص، الوفاء، نكران، يعني كل هناك قيم إنسانية نبيلة مرتفعة عن الحرية، وهناك قيم مناقضة ودائما الواقع يعيش هذه الثنائية وهذا الصراع. ومن طبيعة الحال ما ألفناه يعني في الأعمال الفنية والأدبية والإبداعية بأن الخير ينتصر وأن البطل يعني يكون هو الفائز في نهاية المطاف كما أشار الأستاذ لم يحصل ذلك. ربما هذه خاصية وهذه ميزة بأن الحرية قد لا يكون لها ذلك الانتصار الذي يتوقعه القارئ، وإنما انتصاره الحقيقي هو أنها حرية، وأن الانتصار للبطل هو أنه ضحى بنفسه من أجل تلك الحرية، فذلك هو أعظم انتصار حتى وإن أدى ذلك إلى أن يكون مقتولا كما عبر السيد محمد حر وليس ميتا، فهو يريد أن يكون مقتولا وليس ميتا. فإذا هناك ما يتعلق بجانب القيم هي مؤطرة لهذا العمل.
مسألة أخرى في الحقيقة ما عندما أخبر مني الأستاذ محمد حور بأنه سيوظف بعض الشخصيات من المنطقة وأشار إلى ذيك الضابط الذي قلت له نعم ديسباكس أنا توقعت منه أن من حيث الشخصيات يعني أن تكون شخصيات لا أقول بأنها محلية من أجل أن تكون محلية لأن يعني مسألة هذا إبداع ليس مسألة تاريخ ولا مسألة يوميات كي أقول إنه ينبغي أن يكون منغمسا في واقعه المحلي هو إبداع موجه للجميع ولكن من حقنا يعني هذه الشخصيات المحلية من حقها أن تكون في سياق استعاري رمزي لإظهار نعم الشخصيات وإظهار أدوارها في كل الأماكن فوردت لو أن الأستاذ محمد حور يعني وظف مجموعة من الشخصيات خصوصا يعني بعض الشخصيات التي كان لها دور بارز في تلك الأحداث لا نذكرها من الناحية التاريخية ولكن نذكرها من الناحية أنها تعبر عن واقع معين هذا فيما يتعلق بجانب الشخصيات وفيما يتعلق بجانب التقطير من طبيعة الحال ما يتعلق بالحجم حجم الإبداع هذه بداية طبيعة الحال لا بد أن يكون في مستوى البداية في المستقبل إن شاء الله ستكون هناك أعمال أخرى وسيكون هناك إبداع أكثر وأشمل وسيكون مستفيدا من هذه الملاحظات ومن هذه القراءات أرجو لك مسارا إبداعيا موفقا مسار أخرى هو كان ذكر لي قبل شهور يعني آسف لكون يعني الكتاب أو الرواية نشرت دون أن يكون أن تكون يعني متضمنة لسيرتي الذاتية ووددت له أنه يعني في هذا الحفل كانت إشارة إلى مساره بطبيعة الحال لأن الجانب الاجتماعي والجانب الدراسي يعني تلك الروافد التي يأتي منها المبدع دائما ما تسعف في فهم الأشياء التي يريد أن يعبر عنها ذات مرة كنت أتابع حوارا مع أحد النقاد يعني في السينما هو كان ناقد سينمائي ولكن بطبيعة الحال ناقد سينمائي وناقد روائي متقاربا قال بأن أكثر المتفوقين في الإبداع السينمائي والروائي كتاب السيناريو هم الذين يأتون من الهوامش أو من المناطق التي تعاني من الحرمان أراد أن يكون لنفسه نظرية ففسر الأمر وقال إنه يفسر ذلك بكون الكاتب قد تمرن كان له ميران على أن يعيش عوالم متعددة لكونه يعاني في الهامش وفي حرمان وفي أمور لا يستطيع أن يعيشها في الواقع فكل يوم ينتقل من عالم إلى عالم هو يعيش واقع لا مفر منه واقع تهميش وعيا هذا سيكون بارعا في التعبير عنه وفي الوقت ذاته له طموحات وله يعني رغبة يعايشها ولو من حيث الخيال فعندما ينتقل إلى الكتاب يسهل عليه أن ينتقل من عالم إلى عالم عكس الذي لا يعايش هذه العوالم وهو طفل وهو يعني في فئة اجتماعية أو في مكان معين يجد فيه ما يصبو إليه من بحبوحة العيش ومن الأشياء التي يطمح إليها الإنسان بطمعه أشدد الشكر للأساتذة الأجلاء وأجدد الشكر للأستاذ محمد حور وكذلك للجهات المنظمة لهذا الحفل وأحيي الجميع يعني الحضور والسفر عامة